وجهت وزارة التجارة فروع التموين في محافظات البلاد الشروع بعملية توزيع قسيمة البطاقة التموينية لعامي 2020 و2021. وقالت مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة ابتهال هاشم في بيان أنه تم توجيه فروع التموين كافة الشروع بعملية توزيع قسيمة البطاقة التموينية الجديدة عن طريق الوكلاء من خلال حضورهم إلى الفرع التمويني تصحبين معهم مستمسكات الأسر مستنسخة. وأضافت أن فترة التوزيع ستكون فترة عفو للإبلاغ عن المسافرين والمتوفين ليتسنى للدائرة شطبهم من البطاقة التموينية حسب الضوابط والتعليمات.